الاحتفال بعيد الاستقلال وبمرور 60 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية محور تظاهرة فنية ثقافية أقيمت بموسكو بمشاركة عدد من أبناء الجالية التونسية والشخصيات السياسية والثقافية. 60 عاما مرت على العلاقات الدبلوماسية التونسية الروسية والتي تزامنت مع حصول تونس على استقلالها من الاحتلال الفرنسي. حدثان احتفلت بهما الجالية التونسية في روسيا في تظاهرة كبيرة شاركت في فعاليتها شخصيات وطنية معروفة والعديد من النخب السياسية الروسية والثقافة والفن. نحن ندخل في حقبة جديدة، نحن نتجه نحو يعني إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين في مجالات متعددة نظرا للإمكانات الكبيرة اللي متوفرة للتعاون بين تونس وروسيا. العلاقات الروسية التونسية متميزة. نحن نحتفل اليوم بمرور 60 عاما على هذه العلاقة واستقلال تونس. بيننا تعاون وثيق وزيارات متبادلة وتعاون في الكثير من المجالات، ونقف مع تونس في مكافحتها للإرهاب ونتطلع إلى علاقة أكثر عمقا. وقد تميز حفل هذا العام بعرض فني وتاريخي يشير إلى تبادل للرسائل والهدايا والأوسمة بين القياصرة الروس والبيات في القرن 19، وتواجد الأميرة أناستاسيا شيرينسكايا رمز العلاقة التاريخية الروسية التونسية، مع عرض مميز للفنان لطفي بوشناق الذي جمع بين اللحن الروسي والكلمات العربية في محاولة للتقريب بين الشعبين عبر الفن الذي لا يعرف الحدود المصطنعة. باش نغني لولاك دي سيني متاع تشايكوفسكي، وباش نغني بيزي، وباش نغني ستراوس، وباش نغني يعني باش نحاول باش نوري الموسيقى هذه راهي بلاش حدود. ويرى المسؤولون أن آفاقا واعدة وشراكة استراتيجية اقتصادية تنتظر العلاقات التونسية الروسية ستترسخ من خلال التواصل السياحي الذي تزخر به تونس والمخزون الثقافي والفني لكلا الدولتين، ومجالات تعاون متنوعة جمعها تاريخ مشترك بين البلدين. كل ذلك كان السمة الرئيسية التي سعى المنظمون إبرازها في حفل هذا العام. رياض مصطفى، تلفزة الوطنية التونسية، موسكو.